السلامة يا جماعة، أول حاجة نحب نشكركم إنكم وافقتوا وتكونوا معنا متابعين مشاركة مع بعضنا الكابيس. كما تعرفوا الحكاية ديما تاع الكابيس رشوة جعالة مشاكل المعارف، نقول علاش نراقبوا. دونك سي غراس افو كان اليوم باش نتمكنوا كأول منظمة إن مع بعضنا نراقبوا الانتخابات هذيا. الفيديو هذايا باش نفسر لكم شوية شنو مطلوب منا نهار الكابيس. كما تعرفوا امتحانات وطنية، فما معلمين فما أساتذة، دونك مباشرة نراقبوا مع بعضنا البروسيسيوس الكل. كيفاش باش تتم العملية؟ ربما فيكم شكون راقب معنا ديجا الانتخابات، دونك يعرف كيفاش تصير الحكاية. دونك انتوما مطلوب منكم انكم تراقبوا الانتخابات، تسمحوا تراقبوا الكابيس، دونك باش نبعث لكم فورمولير وهو اللي بشوية باش يفسر لكم شنو هي المراحل المطلوبة. دونك الفورمولير اللي باش يوصلكم ماذا بيكم كان تطبعوه ويكون هو اللي باش تستعملوه في ليزيليكسيون. دونك الفورمولير باش تلقى فيه الولاية، شنو هي الولاية اللي انت تنتمي لها، من بعد باش تلقى مكتب الامتحان، فانا مدرسة ولا فانا ليسي انت قاعد تراقب في الكابيس، من بعد تلقى رقم القاعة، فانا قاعة راقبت، ومن بعد وقت الوصول لمكتب التصويت. دونك سي تري امبورتون انك تكتب الوقت بالضبط. من بعد ماذا بينا كان نعرفوا لي زانفورماسيون تاعك انت. دونك تلقى بارتي حول الملاحق، دونك فيها الاسم واللقب نتاعك، من بعد جنس ذكر ام انثى، ثم بيان سور نيميرو دو تيليفون. سي تري امبورتون ان نحصلوا على الكوردوني هذوما. من بعد نبداو في لوبسيرفاسيون في حد ذاتها. في لوبسيرفاسيون عندنا دي انفورماسيون انت تجاوب عليهم، دي كيستيون بيتو تجاوب عليهم نعم ام لا. نبداو بالكيستيون الاول، هل تم تامين مركز الامتحان من قبل قوات الامن؟ دونك الامن مطالب انه يتواجد في لي زالونتور نتاع كل مركز ما غير ما يدخل المركز. هذاك علاش كيز امبورتون ان نتاكدوا اللي هم موجودين البر، لكن سورتو انهم هما مش موجودين داخل المركز. نقولوا مركز معناها الساله بلتو الليسي اللي باش يعديو فيه. من بعد نسالكم سؤال، هل تواجدت قوات الامن داخل المركز؟ بيان سور ماذا بيكم تتاكدوا اللي هما مش موجودين داخل الليسي ولا المدرسه، وكان تواجدوا سي تري امبورتون انه نسيناليو الحكايه في الرابور نتاعنا. من بعد هل فتح المركز قبل ساعه؟ دونك الاكزامان يبدا 9، دونك المراكز لازمهم يبداو قبل بساعه ديجا محلولين، ويخول العباد انهم هما يتواجدوا ويراقبوا. دونك اللي فيكم يحب يمشي قبل بساعه، وماذا بينا كي تمشي قبل بساعه باش تتاكدوا اسكو صارت الحكايه ولا لا، دونك يتحول غاديك. من بعد هل حضر رئيس المركز مع مساعدين ومتفقد عمليه الافتتاح وعمليه الفتح؟ الفريق اللي لازم يكون متواجد في المركز هذاك لازم يكون عندنا رئيس مركز، يكون عنده زوج مساعدين، ويكون معاه متفقد. دونك سي تري امبورتون ان نثبتو. دونك وين نحكيو على المركز معناها على الليسي ولا على المدرسه، ونورمالمون يكون فما زوج مراقبين على الاقل داخل كل قاعه في وسط المركز هذاك. من بعد سؤال، هل تم عرض الظروف مغلقه امام الجميع؟ دونك يلزم الظروف يجيونا مسكرين ونحلوهم قدام الناس الكل. دونك سي تري امبورتون باش نثبتوا ان العمليه هذه صارت. من بعد هل تم فتح الظروف امام العمل؟ جي العلم جي المرحله. هل تم توقيع محضر السلامه من قبل المشرفين ولا المراقبين؟ دونك محضر السلامه هذا هو محضر ديجا يلقاه وسط الظرف هذاك، دونك يلزم يثبتوا منه، خاطر سي تري امبورتون انه يكون موجود وانه اللي فيه الكل يصح، الموجودين الكل يصحوا انه المعطيات موجوده كما يلزمها تكون في القانون. دونك لازم نثبتوا ان المحضر السلام هذا تم التوقيع عليه واللي ديتاي يكون نذكروا فيه. من بعد نمر للمراقبه. القانون يقول لك اللي كل ساله لازم يكون فيها ماكس 20 عبد. هذاك علاش سالناكم قلنا لكم هل تجاوز عدد المجتازين 20 في القاعه الواحده؟ دونك الفو فيريفي انه ما فوتناش ال 20. حاجه السؤال اللي بعده، هل تم التثبت من ان هناك اوراق اختبار اضافيه؟ دونك ابار الاوراق اللي توزعوا على 20 يلزم يكون فما على الاقل بون نومبر، نقول لك 40 كوبي اخرى، لكن احنا نقولوا اوراق اضافيه باش ما نقعدوش نحسبوا بالكوبي. يلزم يكون فما اوراق زايدين اوكاو فما شكون باش يبدل الاوراق نتاعو. من بعد نسالكم سؤال، هو هل قام المراقبون بتباعه نسخ اضافيه على ورقه الامتحان؟ القانون يقول لك يلزم يكون عندك دي كوبي زايدين، لكن في نفس الوقت لو كان ما فماش دي كوبي زايدين يمنع منعا باتا انه نطبعوا دي كوبي اخرين. هذاك علاش سالناكم السؤال. دونك نثبتوا اللي فما دي كوبي، لكن ما فماش دي كوبي سورتو با ان تم تباعه دي كوبي هذوما. السؤال اللي بعده، هل يقوم المراقبون بالتثبت من هويه المجتازين؟ دونك اسكو قاعدين يثبتوا من الهويه نتاع المجتازين؟ دونك نعرفوا بطاقه تعريف كل شيء كونفوكاسيون. بعد هل تم اجلاس المترشحين وفقا للتوزيع المرافق لاوراق الظروف؟ الاوراق في الظروف
الشيما تاع السالة. دونك الفاسون اللي باش يقعدوا فيها هما باش تكون وفقا للشيما يجي ديجا فك الماسو هذاك يخرجوه، دونك يقعدوهم سولون الشيما اللي جاي مسال هذيك. دونك سي تري امبورتون انهم يحترموا الشيما. هل هناك حوادث اثرت على اجواء سير الامتحان في صوره الاجابه بنعم رجاء تحديد نوع الحوادث هذه؟ دونك سي تري امبورتون يا جماعه انه نشوفوا الاتموسفير جينيرال في الساعه هذيك كيفاش تعديت. لو كان حاسين انه فما حادث صار ثم نقولوا الحادث هذا شنيا ونوصفوه باكثر معناها اثنين باش احنا نعرفوا نوعيه الحادث وشنيا الحيثيات نتاعو. هل تصرف المراقبون بحياد؟ على المراقبين هذوما كيفاش الكومبورتمون نتاعهم؟ اسكو كانوا صعاب مع جماعه على حساب جماعه؟ اسكو حاولوا يعاونوا جماعه ولا كونديدا على حساب الاخرين؟ دونك هل كانوا محايدين ولا لا؟ دونك اذا ما كانوش محايدين ماذا بينا كان تعطينا لي ديتاي كيفاش. بعد نسألوكم هل تم تمكين كل مترشح من مؤشر خاص كودابار؟ خاطر يلزم كل مؤشر ياخذ كودابار، وفما هكا مستطيل على الورقه نتاعو يحط فيها كودابار، دونك الاسماء باش تكون مجهوله. والماكينه ما تتعامل كان مع كودابار في مرحله اخرى لاحقه يعرف شكون الشخص هذا في مراكز التجميع. دونك يلزم ياخذ كودابار، يلزم يعلق كودابار فك المستطيل اللي موجود في الورقه اللي قدامه. من بعد سؤالنا هو هل تم منع احد المترشحين من اجتياز الاختبار؟ اذا تم المنع ماذا بينا كان تحدون الاسباب علاش تم منع المترشح هذا. ثم عندنا سؤال واحد اخر فيما يخص الاشخاص ذوي الاعاقه وحتى ذوي الاحتياجات الخصوصيه. هوني اللي مثلا عندنا الشخص الكفيف يلزم توفر له اداره المركز 20 دقيقه اضافيه اولا، وخصوصا المرافق، والمرافق يلزم يكون اقل منه في المستوى الاكاديمي. فبالتالي اذا عندنا شخص كفيف يلزم يكون عنده قاعه خاصه وكذلك مرافق ومكنوه من 20 دقيقه اضافيه. الشخص اللي ماهوش كفيف عنده قصور في النظر باغ كونتخ يلزمنا نثبتوا انه عنده قاعه خاصه اللي عنده 20 دقيقه اضافيه وفرتهم الاداره، وخصوصا انه الورقه نتاعو هي ورقه فورما اتخوا دونك اكبر من الورقه العاديه اكاتخ باش هكاك ينجم يشوف. واذا استحالت عليه العمليه هذه يكون عنده مرافق مره اخرى نقول اقل في المستوى الاكاديمي. فيما يخص المرافقين المطلوب من الشخص انه هو يوفر المرافق نتاعو، دونك لكن ديما نقولوا لازم يكون اقل منه في المستوى الاكاديمي وفي السن. دونك هذوما الاستمارات. دونك العمليه مش معقده برشا، عندنا ساعه. دونك نتمنى لكم التوفيق في الخدمه نتاعكم غدوه، ولكن في نفس الوقت ماذا بيا كان نطلب منكم تواجدوا قبل، ولكن زاده كذلك نطلب منكم الحياد وعدم التدخل في المسار. احنا فقط كما الكاميرا نوثقوا ومن بعد نرسلوا المعلومات هذوما الانايقات وحنا نصيغوا بهم التقرير، ولكن من فضلكم ما تدخلوش في المسار حتى كان شفتوا خروقات تجاوزات نوثقوهم، ولكن ما تدخلوش في المسار. ماذا بينا ما نقلقوش الاساتذه، كان فما حاجه نتعاملوا مباشره مع رؤساء مراكز الامتحان ونكون لكم حافظ موفق موفق. وكما قلت اسميكم ديجا موجودين عند المندوبين. أمان.